حياكم الله. محافظة عريقة بناها الحجاج لتكون قاعدة لجنوده، طول بناها 8 سنوات وأرادها أن تكون وسط العراق من جهة ووسط الكوفة والبصرة من جهة أخرى، هكذا سميت واسط في الروايات القديمة. لكن الروايات الحديثة تقول بأن هاي الواسط واحدة من محافظات العراق الغنية بكل شيء تقريبا، بل وتسمى سلة خبز العراق لتميزها أيضا بزراعة الحنطة والشعير. هاي السلة أصابها ما أصابها من المحافظات العراقية من فساد واعتداء على المال العام، ولذلك برغم كل الموازنات اللي كانت تخصص لها من الميزانية العامة لا أحد يعرف وين كانت تروح أموالها. والدليل هناك أكثر من مشاريع قبل 10 سنوات كانت معدة للإنجاز ومصروفة فلوسها، وهاي بعدها حبر على ورق. المطر اللي هو نعمة من نعم الله كتب مرة ضيف من ضيوف هاي الحلقة بأن المطر كشف ورقة التوت التي كانت المحافظات تتستر عليها لكونها كشفت هشاشة البنى التحتية والطرق والمجاري والخدمات البسيطة الأخرى، وأيضا أظهرت كل المسؤولين بالمحافظة خداع ناسهم بالمظاهر الخداعة. عن كل هذا سوف يكون الحلقة اليوم حوارنا، لكن بعد هذا التقرير. تعد محافظة واسط عينة محافظات الوسط والجنوب الراعية لهموم أهلها وناسها المتظاهرين من أجل حياة تكفلها المواطنة، وكلنا نذكر دعوة واسط لتنظيم مؤتمر لتلك المحافظات للمطالبة بالحقوق وحل الإشكاليات القائمة بين الحكومات المحلية وبعض الوزارات بشأن نقل الصلاحيات والتخصيصات المالية للنهوض بالواقع المتردي ومعالجة النقص وشح الخدمات الأساسية وبما يليق بالمواطنة. شكلت المقومات الطبيعية من سطح ومناخ وتربة وموارد مائية وموارد معدنية وجيولوجية ركائز مهمة لاقتصاد محافظة واسط، لا سيما أن العديد من الدراسات الجيولوجية للمنطقة أسفرت عن نتائج اقتصادية مثمرة تمثلت بحقل الأحدب النفطي الشمالي والذي تفوق قدرته الإنتاجية المقدرة قدرة دولة قطر. وفضلا عن هذا فهناك ظروف مائية طبيعية كمياه نهر دجلة وتفرعاته ساعدت على قيام العديد من المشاريع الزراعية الضخمة، ويتمثل ذلك بمشروع الشحيمية في قضاء الصويرة. اليوم لا نريد أن ننحاز إلى نصف الكأس الفارغ، وسنبقى مع المملوء، وإن كان علينا التذكير بمعاناة الأهالي في الصويرة والعزيزية والنعمانية والقرى والبلدات الريفية الأخرى. ونتوقف عند تصريح المحافظ الذي يقول فيه بأن هناك موازنة ستغطي كل المشاريع المزمع إقامتها وحتى الربع القادم من سنة 2021. عن المنجز والمؤجل في واسط سنفتح الحوار مع ضيوفنا في هذه الليلة وبرنامج دائرة السلطة. شكرا للزميلة رشا الهيتي على قراءة التقرير. المحافظ الحالي أعلن قبل أيام بأنه يعول على الأهالي وعلى الوجهاء حتى يكمل المشاريع المتلكئة، لأن أكو موازنة مرصودة حتى للربع القادم من سنة 21. لذلك لم يكن اختيارنا لوجهاء محافظة واسط ليكونوا ضيوف بهاي الحلقة عبث أو جهد غير مدروس. ويانا السيد عقيل الدبعون أحد وجهاء محافظة واسط، ولكن أيضا قبل ما أبدأ الحوار أريد أن أنبه أن حقرت مكفول والأرقام أسفل الشاشة للتواصل معنا، فأهلا بكم. الضيف جاهز شباب؟ ونحكي شوية عن المحافظة ونشوف شنو بيها وما بيها أصلا. إذا نتكلم عن محافظة واسط بالفعل، طيب المنتظر النعماني رئيس لجنة الإعمار السابق في مجلس محافظة واسط، حياك الله في دائرة السلطة أستاذ منتظر. أهلا اهلا وسهلا ومرحبا، واشكركم واشكر قناتكم الكريمه على هذا الاتصال بعد مضي سنه على ايقاف عمل مجالس المحافظات من قبل البرلمان. وكنا نتمنى انه بهاي السنه انه احد القنوات الفضائيه تتسالنا، لكن اليوم قناتكم الموقره بادرت بهذا الموضوع، مشكورين، شكرا جزيلا. احنا نشكرك، لان بالفعل احنا من تكلمنا انه لا عبث ولا
في خلال ضيافتكم جنابك، وايضا راح يكون ويانا احد وجهاء الكوت. اليوم الكوت محافظه اساسا، استاذ منتظر وجنابك ايضا مسؤول عن ملف الاعمار محافظه واسط، وصل الاعمار مشاريع ماء الكوت الكبير. تصريحات الحكومه المحليه تقول اكثر من 200 قريه تقريبا بلا مي صالح للشرب، يعني معقوله هاي الموازنه؟ وين راحت فلوسها الى حد الان؟ طبعا بالنسبه للموازنات اللي صارت فيها حضرتك، يعني هي مشروع ماء الكوت الكبير هو من ضمن مشاريع عديده اقيمت في المحافظه. بالنسبه للموازنات، بصراحه لو رجعنا لموضوع الموازنات هي لا تكفي المحافظه مطلقا، يعني كل الموازنات السابقه كانت عباره عن مبالغ بسيطه جدا لا تكاد تسد رمق المحافظه. فبالتالي بالرغم من عدم وجود موازنات سابقه، اللي انا طبعا هاي دورتي في مجلس محافظه، يعني صار تقريبا 8 سنوات 9 سنوات، الموازنات كانت ضئيله جدا واللي وصلنا قليل جدا حسب حساباتنا، يعني حتى نوضح الوضع ونشوف قناتكم الموقره وان شاء الله. طبعا احنا احتياجنا لكي نرتقي بمستوى المحافظه الى مستويات مصاف الدول المحافظات القريبه في الدول القريبه، نحتاج الى تريليون دينار عراقي. تريليون دينار عراقي هذا نحتاجه لكي نرتقي بمستوانا، لكي نخدم كل مناطقنا، لكي نصل الماء والتبليغ وكل مستلزمات الحياه الى ابناء محافظتنا. لكن اليوم بصراحة اليوم محافظتنا ما بيها هذا الوضع، ما بيها هذا ما جاي توصلنا هاي المبالغ. وين ده تروح؟ يعني المبالغ اللي نتكلم عليها 176 مشروع إلى حد الآن متوقفة بالمحافظة، 76 مشروع وزاري، 100 مدرسه، يعني اذا نتكلم هوايه اسئله تجينا. وجنابك ايضا من قلت احنا صار لك سنتين يعني في المجلس، نريد نعرف وين هاي الفلوس ده تروح. من 2013 طبعا، من 2013 لحد هذا الشهرين الماضيين يلا اجت في موازنه للمحافظه. من 2013 طبعا نمضي مشاريع اجت في مبالغ قليله 25 مليار، يعني بعد عدوان داعش جت في 25 مليار 27 مليار، شغلت المشاريع بصوره يعني بصراحه يعني غير واضحه، اشتغلت بعض المشاريع المتوقف بقى متوقف لان يعني عدم وجود تمويل له، والمشاريع اللي مشت يعني مشاريع جديده يعني كان احالتها على المبالغ اللي اجت فيه، وايضا صار التوقف، ولحد قبل شهرين ثلاثه بدات المحافظه تستلم مبالغ، ومبالغ ايضا لا تسد رمق المحافظه ولا تسد رمق المشاريع، الكثير من المشاريع متوقفه، ومن ضمنها اليوم نرجع الى المشروع اللي سالتني به، مشروع ماء الكوت الكبير. مشروع ماء الكوت الكبير حين من قبل وزاره الاعمار والاستثمار والبلديات، يعني من قبل وزاره البلد سابقا، يعني قبل تندمج وزاره الاعمار عام 2005 اجت شركه طبعا متلكية وشركه ما يعني اشتغلت المشروع بطريقه صحيحه وما عملت بطريقه صحيحه، انسحب من عندها المشروع، استمرت بالمحاكم، استمر الموضوع بالمحاكم لعام 2013 تم احالته مره اخرى الى شركه تركيه، لكن من اجل الشركه التركيه ما لقينا ولا فرد اجنبي في هذه الشركه. طبعا هذا الموضوع يخص وزاره الاعمار والسكان. المدارس، المدارس، المدارس طبعا كل المدارس هي محاله من قبل وزاره الاعمار، والمدارس كلها متوقفه نتيجه عدم تمويل قبل الوزاره ومشاكل اخرى. طيب. طبعا نرجع لموضوع مشروع ماء الكوت الكبير، مشروع ماء الكوت الكبير طبعا مهم جدا يخدم ابناء مدينه الكوت، مو الاقضيه والنواحي. يعني مبالغ المرصوده لمشاريع المياه والمجاري المتلكئه تجاوزت 330 مليار دينار. نعم صحيح صحيح. تمام صحيح. يعني خلينا نتكلم استاذ هذا مو للمحافظه. طيب خلينا نتكلم، اذا بدنا نتكلم على ارقام حتى اهالي المحافظه واللي يسالون
جنابك اريد من عندك يعني راح اتكلمك لك اتكلم بالارقام. المبالغ المرصوده لمشاريع المجمعات السكنيه المتلكئه بالمحافظه 1,700,000,000 دينار. مجمع العزيزيه اللي تجاوزت 691، هذا مبلغ يعني ارجو ان تخلي ورقه وقلم. مشروعين لانشاء وحدات سكنيه، المجال الصحي مبالغ المتلكئه 240,000,000,000 دينار. مستشفى بسعة 400 سرير بالكوت 171,000,000,000 اللي انجز من عندها. نعم. شنو يعني اذا اتكلمك على ارقام هائله استاذ منتظر، وين راحت هاي الفلوس؟ وسؤالي راح اقول لك اياه يعني. طبعا تفضل. كلامك واقعي ودقيق وصحيح وارقامك صحيحه بصراحه. اليوم المبالغ المجمعات السكنيه هي مجمعات تابعه لوزاره الاعمار والاسكان، وهاي المجمعات طبعا توقفت نتيجه مشاكل بين الوزاره وبين المقاولين، نتيجه انه تغيير نوعيه البناء بعد ان تم الاحاله بلشوا تغيير نوعيه البناء في مجمع العزيزيه والصويره وغيرها وغيرها. وعندنا بالصويره ايضا مشروع متوقف. صحيح. هذني مشاريع تابعه للوزاره وغير تابعه للمحافظه. اما مشاريع الصحه ايضا مشاريع 240,000,000,000 ايضا تابعه للوزاره، الوزاره هي حالتها على شركات والشركات تلكيت والان مشاكل بين الوزاره. مشروع ماء الكوت الكبير ايضا بمبلغ عالي جدا تم احالته من قبل وزاره البلديات سابقا، وايضا المشروع يعني يسحب زحف يعني هسه جتني يعني بصراحه يعني هاي الفتره الاخيره انه بدوا استيراد المواد الميكانيكيه، بدوا يعدون، وصل بعد الاستيراد المشروع 69% منجز. من عام 2005 لعام 2020 69% منجز من مشروع ماء الكوت الكبير اللي يغذي مناطق واسعه من مدينه الكوت، وبعد يحتاج الى محطات رفع او محطات غير متكامله، يحتاج الى انابيب ناقله. هذا اللي كل المشاكل طبعا احنا صحيح. كمحافظه علينا انه علينا ادينا انه مشاريعنا ما بها اليوم اي شيء متلكئ، لكن عندنا توقف. شنو التوقفات الموجوده؟ توقفات نتيجه توقف السيوله الماليه بعد عدوان داعش، ولحد قبل شهرين ثلاثه قلت لكم انه المبالغ بدات تجي المحافظه. طبعا زين داعش خلي اسمح لي استاذ منتظر خلي اسالك السؤال هذا، يعني من 2011 إذا نتكلم عن المستشفيات 2011 لا أتكلم لك يعني المستشفيات قطعا الخدمات خاصة المستشفى التركي، إيش قد نسبة الإنجاز مالته تقريبا 28%؟ طبعا 28% صحيح. صح؟ يعني من دا أتكلم لك أنا دا أتكلمك عن ملفات عن يعني عن أرقام. طيب أستاذ منتظر خليك وياي يعني راح يكون أيضا أستاذ عقيل جاهز. نعم استاذ عقيل دبعون احد وجهاء الكوت المعروفين، حياك الله في دائره السلطه. اهلا وسهلا بك ست وجدان، وتحيه لك ولجمهوركم وقناتكم الكريمه وللضيف الكريم الحاج منتظر. شكرا لاتاحه هذه الفرصه توجهون بعض الضوء عن محافظه واسط. يعني أهلنا هالواسط طبعا كلهم من الكوت والصويره والعزيزيه، بس احنا فتحنا حلقه واحده لا تكفي بالضبط، احنا بسيط على جزء من مشاكلنا بالضبط. احنا كل محافظه نروح عليها ونرجع يعني بعد اسبوع او اسبوعين حتى نشوف ردود الفعل بالنسبه للمحافظين. يعني تكلمنا مع استاذ منتظر وايضا اسئله كثيره. اليوم مبادره السكن لتوزيع قطع الأراضي السكنية وشمول جميع أبناء المحافظة من مختلف الشرائح بلا استثناء، وين صار هذا المشروع المهم اللي على الأقل يحفظ كرامة الإنسان الواسطي؟ اسمحي لي بد سطر صغير أنه على مقدمتكم اللطيفة. محافظة واسط نعم تاريخيا بناها الحجاج، لكن هناك دراسات مؤكدة الآن في جامعة واسط قسم الدراسات الشرقية. واسط عمرها 3500 وجدوا بها أديرة وكنائس، وعمر عمر واسط هي 3500 سنة. هذا من باب توضيح الحقائق، لكن الحجاج بناها كمدينة وكعاصمة للعراق وبنى بها دولة وحضارة، الحجاج ابن يوسف الثقفي. نعم.
أنا أتكلم بلغة، لأن أنا ابن الشارع ابن المحافظة، أقول لو كانت هناك مبادرة للسكن حقيقية لما كانت هناك أحياء عشوائيات وتجاوز. السكن هو كرامة، المواطن مو متبطر من سكن بالعشوائيات وسكن في الطاب الزراعي وفي الأراضي الزراعية التي قطعت وبيعت بملايين. لو كانت هناك مبادرة سكن حقيقية، المواطن طبعا بالتأكيد يذهب إلى سن الطاب حقيقي من الدولة، رغم الدولة اللي وزعت قسم قليل من الأراضي بدون خدمات، أيضا العشوائيات بدون خدمات. إذن لم توجد مبادرة حقيقية للسكن. هذه نقطة رأس السطر. أما ما أذيع عنها فهي محاولات خجولة بسيطة حتى يقولون هناك سكن. أنا أتكلم عن ما قبل داعش، ما قبل 2014، قسم قليل وزع إلى قسم قليل من عوائل الشهداء، قسم قليل من المعلمين، يعني نقول قسم قليل من الأراضي بدون خدمات في مناطق بعيدة، وقسم من الإعلاميين. مبادرة سكن، مبادرة توفير سكن حقيقي للمواطن، والسكن هو كرامة المواطن، لا توجد في واسط. العذر الآن ليس دفاعا عن هذا، يقول أنه دوائر البلدية عجزت عن التخطيط بسبب التظاهرات وبسبب غلق الدوائر. لكن ما قبل 2019 وين كانت الدولة؟ وين كانت الحكومة المحلية؟ التوزيع الأراضي هو في الدستور، الأرض هو المواطن له حق التملك أرض، هذا الدستور العراقي، مثل ما أنه حق في نفط العراق، مثل ما أنه حق في مي العراق، إذن أنه حق في أرض العراق. لكن العذر الآن أنه التظاهرات هي عزلت الدوائر، والدوائر البلدية عزت عن فرز الأراضي. هذا العذر اللي ظهر في 2019-2020 لأنه الدوائر مغلقة قبل 2019. أين كانت الدولة؟ أجزم لك أختي العزيزة وأجزم للمواطنين الكرام، لا توجد مبادرة حقيقية للسكن. الأخ المحافظ في 2019 أو في 2018 هو لا يتحمل مسؤولية، أنه عمر كمحافظ صار لسنة، رغم أن أنا أختلف وياه كليا حول إدارته. طرح في برامج قبل التظاهرات، قبل انطلاق ظاهرة تشرين المبارك، أنه الأراضي يجب أن توفر للدولة خدمات. الآن المواطن هو يقبل بدون خدمات، بس لأنه يريد لسنة مكان حتى يحوي. إحنا بالفعل العراقيين اليوم مبادرة، العراقيين اليوم يعني نتمنى 100 قطعة 100 متر حتى يعيشون بها كرامة. نعم، وزعوا للمتجاوزين في مدينة الكوت لمشروع هو المدينة الرياضية، وزعوا لهم أرض بائسة سموهم الوافدين. هذه الوافدين منجم أصوات للانتخابات، يزوروها كل أعضاء مجالس المحافظات اللي يريدون يرشحون وأعضاء البرلمان، ما بعد الانتخاب ما حد يزورهم. شوفيها مدينة منطقة بائسة بلا خدمات، ويعني مدن صفيح. هذه يسموها أرض الوافدين. هناك التجاوزات أو ما بين قوسين تجاوزات، المواطن ما متجاوز، هذا حق أنه يسكن في أرض عراقية بلا خدمات إطلاقا، ماخذيها من بالطاب الزراعي، ومدن كاملة. هذه المدن تثبت، يعني أنا أقدرها، أنا كبكالوريوس إحصاء أقدرها في ثلث مدينة الكوت، ثلث محافظة الواسط الآن هي تجاوزات وعشوائيات، لكن مو تجاوز، هم يطلق قانون الجزافة تجاوزات بلا خدمات. يعني هو المواطن لو لاقي أرض من الدولة ليش يروح يشتري من طاب زراعي أو يشتري من عقد زراعي؟ الآن الأراضي المحاذية لبلدية الكوت وبلديات الأقضية كلها بيعت تقريبا، ويعرفوها الأخوان في مجلس المحافظة، ويعرفوها الأخوان في الأعضاء البرلمان، ويعرفها الأخ المحافظ والحكومة المحلية. أصحاب العقود الزراعية وأصحاب الطابو بيعت بالكامل على قطع زراعية بلا خدمات. وين المبادرة الزراعية، المبادرة السكن؟ لو كانت هناك مبادرة سكن ما كانت عندنا هاي المشكلة. طيب الآن راح تصير احنا مشكلة صارت يعني عفوا راح تصير مشكلة ثانية، توفير الخدمات لهذه المناطق والمناطق الأصلية اللي داخل المدينة ما بيها، خدمات. بالضبط. احنا بالنسبة خلي ارجع، شكرا لهذه السؤال. نعم خلي ارجع اذا تسمح لي الى سيد منتظر. سيد منتظر، يعني اني كضيوف جنابكم انت واحد وجهاء الكوت وايضا كرئيس لجنة الاعمار اليوم، بصراحة دا نتكلم وبالعربي نقولها كل واحد فراش عبايته،
إذا اليوم بدنا نتكلم على داعش، إحنا قبل 2007 قبل 2009 وهاي أكو مشاريع إلى حد الآن، مشاريع مشروع الكوت الكبير من 2007، مشروع يعني مشروع الحديقة الياسمين السكني 2009. إحنا اليوم إذا دخلوا داعش وطلعوا داعش والحمد لله صارت علاقة، نعم سيد. نعم أختي العزيزة، طبعا أنا أحيي ضيفك العزيز السيد عقيل برعون المخصوصي والنعم منه، وطرحه كان جيد جدا. وبصراحة أنا بس أبدأ أوضح نقطة مهمة، أكو فرق بين المبالغ اللي تدخل للمحافظة اللي يسموها تنمية الأقاليم والمبالغ اللي تصل للوزارات اللي هي الاستثمارية الوزارية. طبعا كل المشاريع اليوم المتوقفة والمشاريع المتلفية هي مشاريع وزارية في محافظة واحد، يعني مشروع مائي كبير. أما مشروع الترفيه السكني اللي حديقة الياسمين هذا مشروع استثماري، وأيضا أكل الدهر عليه وانتهى موضوعه وتوقف، ونتيجة أيضا هيئة الاستثمار ووضعها وهي المستثمر. يعني طبعا المحافظة ومجلس المحافظة ليس لهم علاقة سوى أنه يراقبون ويكتبون للوزارة، يكتبون للمجلس الوزراء. لدينا كثير من التقارير الزيارات لهذه المشاريع، وأيضا التقينا برؤساء الوزراء السابقين، يعني 3-4 وزارات إحنا ملتقين بيهم، نحثهم على أنه تسلم مبادئ تجهز هذه المشاريع تكتمل هذه المشاريع، لكن دون جدوى. طيب. بصراحة نحتاج إلى اليوم من رئيس الوزراء، نحتاج من البرلمان العراقي تشكيل لجنة عليا لإعادة وتأهيل المشاريع المتوقفة بالمحافظات، مشاريع عملاقة كبيرة من قبل داعش ولحد هذا اليوم مشاريع كلها متوقفة. وأعتقد يعني سيادة رئيس الوزراء يعني كان اجتماع أيضا لبعض المحافظات اللي مشاريعها اللي تلكئت بالضبط خلال قبل ساعات. اليوم أشوف أكو دعوات لبعض القادة الوطن، بصراحة أنا أناشد أنه السيد مقتدى الصدر أنه يتدخل بموضوع المشاريع الوزارية المتوقفة، ويحث البرلمان ومجلس الوزراء على إيجاد حلول واقعية لا حلول ترقيعية. وشفناكم وانتهى الموضوع وراح نخلص الموضوع، يعني خلي طبعا مهمة جدا. بالضبط. خليني أرجع أيضا إلى آخر نقطة للسيد مقتدى الصدر، بس راح أوجه لك إياها بعدين أستاذ منتظر. خلي أرجع للسيد عقيل. سيد عقيل، السؤال أيضا يقودني مثل ما قال الحاج النعماني متعلق بالسؤال الأول، هو هل تم حسم عائدية الأراضي داخل حدود البلديات؟ يعني حتى يتسنى للدوائر البلدية تسجيلها وفرزها، تحويها سكنية أو مشاريع حتى خدمية، لو المشروع كله ما زال حبر على ورق. أنا يعني أتكلم وياك كمواطن، أنا ما أملك أي صفة بالدولة العراقية ولم أعمل بالدولة العراقية، وتحياتي للأخ منتظر وأعرف أخلاقه ووطنيته وحبه لمحافظته، فتحياتي للأخ منتظر النعماني. واجب البلدية، واجب ديوان المحافظة، واجب المحافظة، هذا مو واجب المواطن، هو فرز الأراضي وتهيئتها وتوزيعها للناس. لو احنا تكلمنا عن الأراضي يعني العشوائية وغيرها، يعني حسألك السؤال هذا قادني على السؤال الأول. نعم كل ما يقع ضمن حدود بلدية القضاء أو مثلا نحكي عن الكوت أو النعماني، هذا ضمن صلاحية البلدية. هل البلدية بحاجة إلى مساحين؟ هل البلدية بحاجة إلى مهندسين؟ دوائر متخمة. هل بحاجة إلى قوانين؟ البلدية تعمل بقوانين وفرزت أراضي، وأنا ساكن في منطقة الآن هذا البيت ووزع البكر في 77، هل بحاجة إلى يعني قوانين جديدة؟ إذن هناك تلكؤ في دوائر في الحكومة المحلية. في هذه مو مشكلة المواطن، مشكلة الحكومة المحلية. هي تهيئة الأراضي الآن العذر هو التظاهرات التشرين المباركة. لا هي من 2003 لحد الآن المواطن تجاوز على القانون وأخذ عشوائيات، لأنه ما يشوف واقع حال أنه الدولة جاي تفرز وتطي قطع أراضي. هذه الأعذار إحنا شبعنا منعتها. راح أنطيش فد نقطة مهمة،
كل سياسات الحكومات المحلية في واسط وفي جنوب العراق، وأنا مسؤول عن كلامي هذا، هي عبارة عن سياسات ارتجالية، رد فعل وليس تخطيط. يعني رد فعل، صارت مشكلة بالإعلام بالفيس أراضي، إيه خلينا نوزع أراضي. طيب مو هذا واجب البلدية، واجب التخطيط العمراني، واجب الحكومة المحلية. طيب أحسنك على كمواطن أنت جنابك كمواطن، نعم، النعمة اللي صارت المطر هي صارت نقمة عليكم. هذا عندي منشور لي بالألسنة، هو منشورك كاتبه. منشورك على الفيسبوك. يعني خلي بتهم أكثر من عندك، يعني الشيء متناقض. هذه كتبتها وأخذها، يعني موجودة على صفحتي وأخذتها يعني مواقع الإلكترونية. شكرا للرب ولنعمة المطر التي كشفت عورات حكوماتنا المحلية والمركزية. للأمانة كل مشاريعنا عبارة عن بهرجة وزرق ورق على قولة عبعوب، الله يذكره بالخير. فهذه يعني عبارة عن في أول زخة، أتذكر بال 2011 في أول زخة للمطر طلعت مشاريعنا عبارة عن كشكول، عن زرق ورق، يعني عبارة عن ما أعرف، واللي كل شيء محضرين أعذار، يعني ها هاي طاقة المطر أكبر من حجم الطاقة الاستيعابية المجاري. يا أخي خلني أعترف عندنا خلل بالتنفيذ، عندنا خلل بالتخطيط. مو إحنا إذا ما شخصنا سلبياتنا ما نقدر نلقى حلول. إذا بقينا نرقع ونطلع أعذار يبقى هذا الفشل وهذه المأساة اللي يعيشها المواطن من الله خلقنا لليوم، مو من 2003، من الله خلقنا الأعذار كل شيء نحضر عذر. يعني مطرة بال 2011 غرقت بغداد وغرق جنوب ووسط العراق، وخلف الله على والحمد لله على نعمة نهر دجلة والشقة والهذا وخلوا المطر الزايد، بس بعد ما غرقت البيوت. إذن هي مشاريع فاشلة باعتراف، يعني أصبحت ثقة المواطن بالدولة العراقية، ثقة المواطن مع الأسف بكل مفاصل الدولة العراقية ما عنده ثقة، بقت معدومة، ما ضعيفة. يعني أصبح الكل هسه في مركب واحد، يعني الكل ينظر للدولة العراقية عبارة عن مافيات وكذا. يعني حتى المهندس الجيد والطبيب الجيد والموظف الجيد قام يخجل، لأن يعني كل نظر لهم نظرة واحدة. ليش؟ لأنه ما يطفو على السطح من سلبيات فظيع، يعني ما تقدر نبرر. يعني أنا البارحة نشرت على صفحتي بالفيس يعني أنا ردا على حج منتظر يقول بس التلكؤات المشاريع المركزية، لا أنت تعرف كل زين أنا بال 2011 سويت، و 2012 حج منتظر مال مشروع الشركة البولندية، ما شفت لي لا بولندية الشقرة ولا عيونها زرق طبت المنطقتنا وشركة بولندية. طيب هاي الشركة البولندية هاي 2011 و12 زين، خلي أوجه منطقتنا راح بس أقول لك شيء اسمحي لي، يعني لو تخليني استرسل الله يخليش، أنا أول مرة أطلع ترى بفضائيات. تفضلي. وأنا أشكركم جدا، ممنوني منك. يعني من 2011-2012 البارحة يالله نزل التبليط، لعد قصر إننا متعذبين، بحيث أنا صورت ابني علوش معروف بالفيس صعد على الحادلة الكادر العراقي، وشكرا للمهندسين العراقيين الموجودين يعني، وشكرا للشركة العراقية اللي عملوا يعني. بس وين الشركة البولندية اللي شردت؟ اجت ببرا شركة ستارت اللبنانية، ما اجت لا هيفاء وهبي ولا جابوا لنا وحدة تحكي لبناني، عبارة عن ما أعرف هذا لبناني قاعد ببغداد يوزع للعراقيين. يعني هذا اللف هذا ما لا يحكى عن. خلي أوجه السؤال السيد منتظر. أحب أتلاطف يعني ترى. ما لا يحكى عن، إذا نتكلم عن بولندية وعن لبنانية، الشركات الصينية اللي شركات الصينية. الشركات الصينية بالحي. بالحي والحقل لو حقل الأحدب اللي الدين ب180 مليون دولار لصالح الحكومة العراقية، يعني حتى متهربة من دفع الضرائب. سيد منتظر. نعم نعم. يعني استمعت إلى السيد عقيل، لا هولندا ولا لبنان ولا غيرها. جيدا، والسيد طبعا طرحه لطيف جدا. بالنسبة لموضوع السكن، يعني موضوع السكن احنا قبل موضوع التظاهرات، يعني في حكومة السيد عادل عبد المهدي كانت هناك روابط يعني شديدة من وزارة البلديات حول توزيع على قطع الأراضي وعدم التجاوز على الأراضي الزراعية وعدم فرز مساحات، كانت يعني في الضوابط مو طبيعية. وأكاد يعني أجزم أنه 25% من موظفي محافظة واسط حصلوا قطع أراضي بالفترة الماضية، 25% فقط.
يعني بقى عندنا 75% من الموظفين اللي مستحقين ضمن جداول وضعتها وضعها مجلس الوزراء، يعني جدول الموظف، الشهداء، السجناء، الكسمة، الإعانة الاجتماعية، هؤلاء كلهم ضمن جداول ما حصلوا من أجهم سوى 25%، وعندنا موظفين طلعوا على التقاعد وما حصلوا على. زين وين السبب؟ وين السبب؟ لكن ما نجت التظاهرات، شو حتى وضعت نفس المجال، ما نجت التظاهرات، احنا حكومة تظاهرات، مش الصراحة اليوم، تصير تظاهرات تنفتح طاقة القدر للناس، اجت التظاهرات لغت الضوابط، لغى الموضوع، يا محافظين لحقوا، فرزوا أراضي، لحقوا بس لحقونا فرزوا أراضي. وصارت رغبة طويريج على إيجاد مساحات وبدون ضوابط، يعني الأراضي الزراعية اللي أخذوها، كان عندنا مكان بالكوت يسموه يعني كان مركز وزارة الدفاع يعني بزمن الهدام. الصراحة هذا المركز كنا نتوسل بالشركات الاستثمارية، نتوسل برئاسة الوزراء أنه هذا المكان يفيدنا، هذا نطيب مجمعات سكنية. لكن سبحان الله ما وافقوا إلا بعد ما صارت التظاهرات. طبعا مجمعات سكنية قبلها كانت موجودة، اللي هي الصويرة والعزيزية والحي. الحي طبعا تم إنجازه بالكامل وتوزيعه، ومجمع الشهيدة صائب الكوت تم إنجازه بالكامل وتوزيعه، لكن عندنا توقف منه، توقف الصويرة والعزيزية. يعني صراحة محافظة كاملة متكاملة بها 4 مجمعات سكنية إلى 5، المفروض اليوم 20 مجمع سكني. يعني ما معقولة، اي ما معقولة بها مجمع 2. زين هاي الأسئلة هاي احنا دريد نسأل هواية. لا المحافظات ما ينطوها كانوا اي سيولة يعني على مود مجمعات سكنية. احنا انطونا مبلغ يسموه مبلغ مكافحة الفقر، سوينا به 1190 دار. ال 1190 دار ورا 6 اشهر توقفت المبالغ من الدولة، قام ما يصرفون للشركات نتيجة الوضع اللي صار الأخير. ها طبعا ولحد الآن اليوم المشاريع متوقفة، ما قدروا يكملوها المقاولين اللي يأخذوها على تنمية الأقاليم. هاي المقاولين بس احنا نتكلم عن شركات. استاذ منتظر اليوم الأسئلة الكثيرة اللي واجهتني، نعم شركات طريق المقاولين. طريق كوت بغداد ذهاب وإياب، الحوادث والمشاكل العديدة اليوم البي، يعني هذا أحيلت إلى الشركات الصينية. الجسور وين صارت هاي إلى حد الآن؟ لا كوت بغداد ما أحيل الشركة الصينية، محال من عام 2014. ها طريق كوت بغداد محال من عام 2014، يعني هو تأهيله وتطويره. شنو تأهيله وتطويره؟ يعني هو راح يكون مرحلة أولى الحين على شركة حمرابي اللي هي تابعه لوزاره الاعمار والاسكان. طبعا هذا طوله المرحله الاولى 60 كيلو متر، وحيل 96 مليار. طبعا هذا تعريض الممر الذهاب والاياب، يعني كل واحد راح يصير من عندهم 12 متر، وايضا يطورون القناطر الموجوده الصندوقيه والانبوبيه، وايضا تم اضافه ماده جديده لهذا طبعا هذا المحال من 2014. شو وقت اشتغل؟ اشتغل يعني قبل تقريبا نقول يعني مطلع هذا، يعني قبل 6 اشهر بدا العمل به. ليش؟ لان هم صارت تظاهرات وصارت قبلها مشاكل والشركه والوزاره وتوقف الموضوع. هسه الان بدا العمل يشتغل. طبعا هذا مهم جدا، اكو به مجسمات 3 راح تكون. استاذ منتظر اذا سمحت لي واذا سمحوا لي ايضا الاثنين نعم. ضيوفي خلي نعم. اخذ نعم. اتصال من الصويرة ظاهر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لك السيد منتظر الرئيس الكريم. حياك. من 2003 ولحد هذا اليوم كل من يستلم رئاسة الوزراء خصصنا للصويرة 6 مليار، وجل اللي بعده خصصنا 6 مليار، ومن 2003 لم ترى الصويرة أي مشروع ناجح، مدارس مهدمة، شوارع مختلشة، خدمات لا توجد، كهرباء لا توجد من 2003 ولحد هذه اللحظة. نعم. وتحياتي لكم. الله محيك، تسلم لي. خلي أرجع للسيد عقيل. ما سيد عقيل تسمعني؟ نعم. ما طول أنت مختص بالشركات الهولندية واللبنانية. وضحكت ايضا على الشركات. اليوم العراق اذا نتكلم عليه خسر
ملايين الدولارات بسبب فساد الشركات الصينية اللي استغلت البلاد وضغطت على أطراف سياسية ولها نفوذ. هاي الشركات اليوم الفلوس تأخذها وتروح إذا بنت من عندها 20 أو 30% من مشاريعهم. نعم تفضل. أكو مشكلة حقيقية بالبروتين الدولة البيروقراطي، أنه لا يجوز الإعمار إلا بإكمال خدمات البنى التحتية. أعطيت من 2003 أنا أتكلمش كمواطن وأكد مرة أخرى كمواطن، أعطيت إلى مثلا الكوت طوها الوزارة الصناعة، ما أعرف شو اسمها الشركة العامة للتصاميم، والصويرة طوها الشركة الصينية، الحي طوها الشركة الصينية. طبعا هو ماكو صينية. طيب إذا سمحت لي يعني عندي أيضا اتصال، خل عندي اتصال من واسط. إيه؟ علاء 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 اسمعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعني من التليفون اذا علاء ممكن. علاء شمر وياك من القضاء الزبيدية. حياك الله. بس اسمعني من التليفون علاء. تحياتي اليك وضيفك الكريم. حياك. تفضل علاء. بالنسبة للتجاوزات والقطع الأراضي والإعمار في قضاء الزبيدية، يعني قضاء الزبيدية من 2003 ولحد الآن الشوارع مهدمة، مدارس متفلشة، تجاوزات. يعني لو نرجع تجين للقضاء الزبيدية تلقين قضاء الزبيدية بالـ80 أحسن من سنة 2000. يعني عندنا التجاوزات، أنا أحد موظفي الدولة وصار لي تقريبا بـ20 سنة موظف وقاعد بالتجاوز. نعم. أريد لي على قطعة قاع سنة طابوا من الدولة ومستحق استحقاق وما حد ينطيني. بينما بزمن صدام اللي يقولون عليه حدام صدام، كان الشرطي المنتسب يستلم قطعتين طابوا سند وينطونا قرض ويبنون بيته. وهسه احنا بالـ2000 تقعد الموظف يقعد بالتجاوز ما حد ينطي قطعه قاع. عندنا مشروع شركه زحل. شركه زحل يربط قضاء الزبيديه من بدايتها الى نهايتها شارع سايدين. مجاري وتبليط راي من 2003 ولحد الآن المشروع 5 مقاولين يالي يجي ياخذ الفلوس ويشرد ياخذ الفلوس ويشرد، والشارع صاير ترابي وطسات والطين صاير يعني اللي يريد يطلع يعني ما يقدر يمشي بهذا الشارع. نعم. أشكرك علاء أشكرك. وعندي من كربلاء أبو كرار. السلام عليكم ست وجدان. وعليكم السلام. السلام عليكم ست وجدان. وعليكم السلام أبو كرار، حياك الله. يا سيدة المذيعات. تسلمني ممنونة. يا كحلة العيون الطيبة يا وجدان، أنت قلتي لي راح أسجل رقمك واتصل بك. صحيح. وأنا ماني متاني والحجية للصبح فرحانين وما اتصلتي، يعني مو عادتك يا طيبة. لا إن شاء الله شبابها سيأخذون الرقم وبعد البرنامج راح أتصل بك، لأن أنا وعدتك قلت لك من نروح للكربلاء راح أتصل بك. بيناتنا هسه إحنا جنباوعلك يا ورد. أهلي أنتو على راسي أهل كربلاء. أنا وولادي وحرمتي جنباوعلك يا عيني. ان شاء الله ان شاء الله. هسه ابو كرار هسه شباب اذا امكن تاخذون الرقم ووعد ان شاء الله بعد البرنامج اتصل بك. انا وعدتك قلت لك لرحل من الكربلاء اتصل بك ان شاء الله. تسلم لي ابو كرار. خلي ارجع لاستاذ عقيل. استاذ عقيل، يعني سمعت اهالي واسط خلينا نتكلم شيء مضحك لو مبكي. زين احنا سنة الـ80 كل شيء بيها، اذا شوارع اذا بنا اذا غيرها محليه وغيرها. اليوم لا بس خلينا ردا على اخوي العزيز حجي منتظر. 25% من موظفين الدوله وبعد 75. زين هم موظفين الدوله ايش قد يمثلون من المجتمع العراقي؟ هم يمثلون فد 30 35. اذا بقيه الشعب شو وقت يستلم اذا هو موظف الدوله ما مستلم؟
فكيف المواطن العادي يعني هنا أصبح المواطن غصبا عليه يبحث عن وظيفة فرصة عمل في الدولة لأنه توزيع القطع الأراضي اللي هي ما توزعت للموظفين لكن سنة أولوية على الموظفين هو الأولوية على أساس الأولوية للموظف. طيب هو صار له 20 سنة موظف ما عنده قطعة قاع ما عنده بيت يومي. هل 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 شوف هي الدولة اللي تعتبر وزارة التخطيط وزارة ثانوية والمحافظات كلها مواصل اللي تعتبر الجهاز المركز الإحصاء ما محسوب يعني كلام حجي منتظر في غاية الدقة من قال هي حكومة رد فعل. أنا قلت إيش ماكو تخطيط كانت قبل 2019 او قبل 2014 هي تصرفات ارتجاليه الان كلها تصرفات رد فعل. صارت تظاهرات وزعوا اراضي. طيب وين شنتوا وين شنتوا عمي الناس تريد قطعه ارض وما تريد خدمات حاليا تريد تقعد حتى لو ببلوك بكرامه. هسه ما بدنا نحكي احنا الثري او المثري او الغني او المغني. خلاصه الحديث احنا حكومه الوضع الموجود بعد 2003 عباره عن فوضى فوضى لا شكل اقتصادي محدد لا شكل خدماتي محدد التلكؤ كبير في المشاريع الحكومة المركزية. طيب والحكومة المحلية ما عندها مشاريع متلكئة يعني 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 هو حجي منتظر يعرفني أنا طالع وكاتب بالفيس الصراع صار بين المحافظ ومجلس المحافظة ما عرقل الإعمار ما عرقل المشاريع. هذه نقطة كلش مهمة. زين احنا انا اوجه كلامي للاخوة المتظاهرين اللي طلعوا هم يمثلوننا. زين انتم من طالبتوا هو ما طالبوا فقط حل مجالس المحافظات الان طالبوا من هو وظائف. المشرف على طالبوا بابسط حقوقهم الان من اللي يشرف على المحافظ كرقابة مو محافظ واسط محافظين كل العراق منو الان الرقابة موجودة الرقابة الان اكو رقابة على المحافظ رقابة على الدوائر رقابة الجهاز المركزي يعني الأجهزة المركزية طيب. ما تراقب خلي أرجع المواطن بطل يريد هاي يريد خدمات يريد حقوقه يريد اللي موجودة بأبسط دول الجوار يعني قطعة أرض كهرباء مي شارع مبلط هاي ترى هاي حقوق. طيب هاي الحقوق خلي أتوقف وياك حتى أرجع الأستاذ منتظر أستاذ منتظر يعني بدقيقة تكلمت في مناشدة وطلبنا من السيد مقتدى الصدر وطلبت أيضا من رئاسة مجلس الوزراء أن يشوفون التلكؤات بالمشاريع يعني حتى مشاريع صرفة إذا قاعدة الصويرة تابعة مكلفة بالمشروع مليار و200 مليون دولار مع ملحق بكلفة 600 مليون دولار من أموال صرفت كلها لكن لا يوجد على أرض الواقع أي شيء. نتكلم بعد عن مشاريع او منتظر باطيه الفلوس وين تروح سيد منتظر؟ طبعا بصراحه يعني انا يعني من اناشد من قناتكم الموقره نتيجه انه الفتره يعني القليله الماضيه بدات تفعل تغريدات السيد مقتدى الصدر حول مواضيع مهمه تخص المواطن العراقي. اليوم انا هذا الجانب جانب الاعمار مهم جدا انه يتدخل به سماحه السيد ويحس برلمانيي كتله سائرون وباقي الكتل على ان تشكل لجان سريعه بصراحه للملمه هذا الوضع المتردي يعني مشاريع متوقفه صحيح ايضا مشاريع متوقفه من قبل مشاريع احيلت من قبل الحكومه المحليه المحافظه نتيجه ايضا وجود بعض الامور اللي تحدث بين المحافظه والمقاول ونتيجه ايضا سيد منتظر طبعا ملفات كثيره طبعا الى يعني الوزاره ايضا يعني اشكرك على ضيق الوقت سيد منتظر النعماني رئيس لجنه الاعمار السابق في مجلس محافظه وسط وايضا اشكر الاستاذ عقيل دعبون احد وجهاء الكوت المعروفين ان حلقات ان شاء الله مقبله معكم. خلي نشوف الهدف. يقول أفلاطون بإمكاننا أن نسامح بسهولة الطفل اللي يخاف من الظلام لكن المأساة الحقيقية هي من يخشى الرجال الضوء
وهي كلمة للمحافظين، إذا كنت بصمتك صبعك تميزك وتميز هويتك عن الآخرين، فبصمة عملك هي اللي راح تميزك، فاجعلها بصمة مميزة لا يشبهها أحد. في أمان الله.